وتم انقاذ وايرنا علينا من النيسان من وايرنا يسلم وباجيرو 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 مو منك يا باجيرو مو منك من نوعية البنزين اللي تستخدمه ها ايش هذا حشروا النيسان في النص تيوتا مع باجيرو ولكن هرب منهم ويتقدم ويحشر عليه وباجيرو يقول له انا راجع هنا ويهرب النداوي من الارض المعركه بعد ان تعلق بعد ان تعلق تعليقه شينا لا وخيمه وراح دخل في الطعس ذاك في القشع اللي فوق شفته شفته صدم فيه زعلان راح يدور مساويك تيودا تيودا اعطوه ولا واحد في له ناقه هنا الا الاثنين اللي طلعوا الاسود اللي فوق ذولي وراح النداوي يقطف مساويك يشم المساويك يا اخوك هذه ما هي مساويك يا ابن الحلال شايف ولا هي ابشام ولا هي مدري وش شيء اخضر ما ندري وش زعلان والله راح يشتكي للشجره شفت يا شجره انا كنت ناوي اطلع وكان الا الله لكن قدر ابو فيصل جاب خويه اللي دائما يحطه هناك ومسكني وين جاي هذا وين جاي وين جاي يولد يولد يلا في يا شباب يا ماجد والنيسان ادري عنك انا ايش بتسوي وتعليقه ثانيه وتعليقه ثانيه وامسكوه امسكوه الله ربك شافله وين راحت الكاميرا وما زال النداوي يشتكي للشجره ابي فوق الشجره النداوي ضرب فرامل عند الشجره مشي من عند الشجره تحرك قالت له روح روح وعيد الكره والله اكل اكل هوا يا فهد لا يجي موتر ثاني ويقفل بعدين لا بس غيره يجي يوقف جنبه وان الداوي نزل تحت زعلان شفتوه يا جماعه الخير زعلان طلع من الجروب ومن الفريق ورمى البطاقه والتيشيرتات والسديريات وقال انا ما ابغى طيب ايش ذنب الفريق يا نداوي المشكله مشكله النيسان اللي معك ما عرفت تسوقه والماتسوميشي وما طلع 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 البطل طلع البدر علينا اقول الخلا عدم الجمهور اللي فوق انا كفو والله النداوي نزل مسكين من الغرفه من السياره شوفوه نزل راح يشوف الكفرات يشوف ايش المشكله عنده اللي سببت انه الباترول ما يطلع وبعيد هناك بالحاله ما ادري ايش يسوي تعبت انا والشروكي يلا شجع شروكي يا ولد يا شروكي يا شنب ادعس ما تتمشى فيها يا شارع نعم 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 يشوف الخط بطل منها طب ايش بور لف اقول ارجع بس بلا يجي صاير يا ولد هادي هادي ما انت بهادي على اسمك ما انت ولا تعرف الهداوه يقلقنا في الليل ذا ما تدرون ايش يسوي فينا لا في الجروب مخلينا هادين ايل لا تعرف ليش هو حاط جوه صندوق هذا كبره الكير ما يلقى ما يعرف يجيب نبره اخلص طيب يلا اخلص حط اعذارك اطلع اول شيء كفش ها كفش الزمن والله بغيت تجيب ال... هاي شوف وقف فيه قل لا توقف هنا خلاص شيل سيارتك من هنا عشان الشباب يقربوا ويجي الفتك ما شاء الله طب منو هذا؟ ما اخوينا الا اعرفه هذا بس والله ناسي اسمه لكن هلا وسهلا فيك ارجع يا هتان ما في مكان هنا سواليف اطلع من موترك من هنا يلا يلا حبيبي على جنب يلا بصراحه اللي فاز هنا اثنين روح فتك وحش
يا ولد يا ولد والله لك كفو يا ولد. ها يا طق عدو اكلوا نوافير. روح يا تيوتا يدف يدف من الكراسي يدف. راح جابه 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 جابه. لا والله وحش. ايش هو كل انت فاكره الاخضر ذاك هناك زعلان كلم الشجره قالت له روح عند الصخور. انا ما لي شغل انا ما سويت شيء. يلا يا فتك رجع حق النداوي. شوف انا بقول لكم اذا بيعلق بعطيكم خبر. لحظه فيها تعليقه فيها تعليقه. شرد والله شرد شرد الربع فكلوا الخط. والنداوي رجع الظاهر انه راح يتوضا. قال انا اتوضا واقول بسم الله واطلع يمكن تيجي معاي. قول ابو فيصل بيوقف تصوير تطلع ولا يوقف تصوير؟ والله ما تنفع الشيله لو ناقص. لا شكله جاي جاي. هو راح كلم الشجره راح كلم الشجره وراحت الشجره قالت له روح عند الصخور. وراح عند الصخور شفتهم راح هناك ونزل بالسياره شاف شيء فتحت في السياره ورجع. ايش يقول؟ انا لازم اجيب حقي. يلا يا ابني صلاه. لا شرد من بالله. هو هذه اللفه ذي كلها شرد والله احش وبهدل. بالله يعطينا رايك تتوقع فيها تعليقه؟ شوف بعد ما راح كلم الشجره ونزل هناك قالت له الشجره ارمي حاجه هناك. ايوه خلاص قالوا هذا العمل. ها قالوا اثنين حصان وحمارين. ركب اثنين حصان زين. ايش يسوون ذول؟ ايش يبغى ذا؟ ايش منبطح ذا في الطاس؟ اقرا على الطعس يا ولد ولد ويتطن ويتقدم النداوي. فيها تعليقه فيها تعليقه. هذا وجهي هذا وجهي. فيها تعليقه فيها تعليقه. والله يا والله يا جمال جمال لو كمل والله يعلق. والله لو كمل كان راح فيها يا ولد. كان دبيت الكاميرا من هنا عليك. وخر وخر وخر. قول له خلو خلو اعطوه خط. هذه ارجع قول له قول له ارجع ورا يا نداوي للاخير. نداوي ارجع ورا لين ما تجلسنا. ارجع ارجع كمان ارجع ورا. اديها عزم تعديها عزم اديها نكبه اديها تعليقه. انا اعلمكم الحين فيها تعليق ولا لا. ما وصل عشان نقول فيها تعليق. الشجرة ما سمع اللغة حق الشجرة مضروبة. الشجرة مضروبة والله راح عند شجرة مضروبة. يا ولد هذه الشجرة ذي والله صخرة كانت قبل شوي. شجرة شو الشجرة هذه؟ أنا ما أطلع. أنا أوكي أوكي. يلا حبيبي تسلى بعيد عشان نروح نصلي احنا. دقيقة واحدة إذا ما ضبطوا نفسكم الكاميرا حوقفها عشان صلاة. دقيقة واحدة عدوا معايا يا جمهور وعدوا معايا يا قناة. دقيقة واحدة 60 ثانية توكل على الله. شفت التهديد جاب نتيجة؟ هاي رجعوه ذا علقوه. والله كفو ما شاء الله تبارك الله. 11 ثانية كله باقي 14 ثانية قل لهم يلا يلا نداوي باقي 5 ثواني يلا. يتقدم النداوي بأريحية. ويتقدم النداوي ويعطيها نمرة وديها اثنين وديها ثلاثة وديها أربعة وفيها تعليقة وفيها جول فيها جول. يلا يلا تعينوا يا رب.
يلا والله شفت جمال، شفت جمال والله بيت عليك. يا جمال يا جمال راح صوتي. يلا والله تعبني والله والله بيجيب لنا او هذا اللي قاعد يكبس بس هذه نص دقيقة اقول له باقي 23 ثانية. يلا يلا بيخلص الوقت يا نداوي حيقفل المقطع يا نداوي اخلص. لا لا ما في. هذا ايش يسوي ذا المطحنة ذا؟ وبكذا نختم هذا المقطع، ما اعرف ايش يصير بعد كذا، ان شاء الله بيكون في مقاطع ثانية. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.